من قلب كوباني دعوات لتكثيف غارات التحالف الجوية. قوات البشمركة المرابطة داخل المدينة المحاصرة منذ أسابيع أطلقت دعوات للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بتكثيف الغارات الجوية على المتطرفين، لا سيما على القسم الشرقي من المدينة. وحدات حماية الشعب الكردي ذكرت في بيان أن الغارات الجوية كبدت عناصر داعش خسائر فادحة، إلا أن فعاليتها قلت في اليومين الماضيين. مصادر أمنية تحدثت أيضا أنه برغم المقاومة الشرسة والضربات الجوية للتحالف، استطاع التنظيم أن يتقدم عناصره من جهتي الجنوب والغرب باتجاه الوسط. وهذا ما أكده ضابط عسكري كردي الذي قال إن التنظيم استخدم تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الخطوط الأمامية من شرق سوريا. يأتي ذلك في ظل قلة الدعم العسكري للقوات الكردية التي تقاتل التنظيم في حرب شوارع، حربا تجعل من الصعب على الطائرات الحربية أن تستهدف مواقع المتطرفين وأن تعيق تقدمهم ولو كان بشكل بطيء داخل المدينة. من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الكردية تواجه مصيرا صعبا في كوباني إذا لم تفتح تركيا حدودها للسماح بدخول السلاح إلى المدينة، وهو ما ترفضه أنقرة حتى الآن. وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى في صفوف وحدات حماية الشعب الكردية ارتفع إلى ما يزيد عن 220 قتيلا، في حين قتل قرابة 300 من مسلحي التنظيم منذ أن بدأ هجومه على كوباني في 16 من سبتمبر الماضي. وأضاف المرصد في بيان أن العدد الحقيقي للخسائر البشرية من الطرفين هو ضعف الرقم الذي تمكن المرصد من توثيقه حتى اللحظة، وذلك بسبب التكتم الشديد على الخسائر البشرية. هذا ويخشى مراقبون من أن يتحول تقدم داعش في كوباني لنكسة مبكرة قد توصم الغارات الجوية للتحالف الدولي بالفشل. بطرس موسى، العربية.